بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أمر رئيس الوزراء عمران خان بضرورة ضمان تطبيق القانون للدخل عن الإرادي من مافيا الاحتلال. قال رئيس الوزراء الذي تراسه اجتماع لجنة التنسيق الوطنية للبناء في إسلام آباد إن رسم الخرائط المصحية سيساعد في تحديد الإرادي الحكومية غير المستخدمة والاستفادة منها بشكل أفضل. وقال رئيس الوزراء عمران خان إن الأمن الغذائي وتغيير المناخ تضمن الحكومة حماية أراضي الإنغابات لحماية البيئة. وأطلع رئيس الهيئة خلال الاجتماع على المشاريع التنموية الجارية في إسلام آباد. أبلغ رئيس الوزراء عن بلدة فرش والمشاري البنية التحتية الأخرى في أطار الإسكان الباكستاني الجديد سيتم الانتهاء منها قريبا. أقيد اجتماع حول التنمية الحضرية في رافي والمنطقة الأعمال المركزية برئاسة رئيس الوزراء عمران خان، حيث تمت مراجعة في المحرز في كل المشروعين. وينبغي جذب الاستثمار وجنب الفوائد القسري من هذا المشاري تشمل المشاري المختلفة لهيئة التنمية الحضرية في رافي، تركي محطات الطاقة المتجددة وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ومناطق التكنولوجية وحدائق المعرفة وغيرها من المشاريع. كما تم إطلاع رئيس الوزراء على أكبر مشروع مدينة ملاحي في باكستان. قال الرئيس الدكتور عارف علوي إن هناك حاجة لتوفير الحماية ضد التهريش بالمرة وحقوقها في الميراث. وقال المحاسب الندوة في إسلام آباد إن المجتمع القائم على العدل وحدة وقوة الضامن للتنمية. مع انسحاب القوات الأمريكية من الأفغانستان واستيلاء الطالبان على السلطة، تم استبعاد موقف رئيس الوزراء عمران خان الثابت بشأن أفغانستان. جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة فاينانشيال تايم البريطانية الشهيرة الخميس. وبحسب الصحيفي، يدل الرئيس الوزراء عمران خان يعني وقد العدوان الأمريكي على أفغانستان منذ سنوات. وكان عمران خان يدغس من أجل المحادثة سلام قبل فترة طويلية من تقلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاقية للإجلاء مع الطالبان، كما انتقادية خصومات على موقفات لكان تمسك بموقفات. كما أشادت الصحيفية باستراتيجية حكومة رئيس الوزراء عمران خان في التصديق لفيروس كورونا ضد قزمة باكستان التقليدية الهند. بعد عقود من التهريب من الهيمنة الأجنبية، تتخذت حكومة طالبان خطوات عاجلة لجعل الحكم في أفغانستان يتسم بالشفافية والمهنية. وفي هذا السدد من رئيس الوزراء الملمح من أحسن أقوال جميع أفراد وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأجهزت المخابرات بمغادرة المباني الخاسر والانتقال إلى قواعدهم العسكرية وقواعدهم ووحدتهم. كما زار الملا أقواند علما وقندار حي والتقت بأسرى شهداء القسم الأمريكية والفقراء والمحتجين. وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الوزراء إن مساعدة دهاية الحرب الأهلية الطويلية والأرمال والأيتام والمشاردين على رأس أوليات الحكومة، ووجه محافظة المحافظات وأصحاب النفوذ لتقديم تفاصيل بهذا الشأن. من المقرر أن تنطلق قمة مجموعة العشرين للأكبر 20 اقتصاد في عالم الشهر المقبل في عاصمة الإيطالية يوم لمناقشة الوضع في أفغانستان. من بين أمور أخرى، وقد اتخذت الصحة والتعليم وقضايا أخرى ممانعات خطيرة على الدول التي تجمد الأسهم الأفغانية أن ترجم الشعب الأفغاني الذي لا حول له ولا قوة والفقير.
أصدرت وزارة المالية اقرارا بزيادة أسعار المنتجات البترولية. سيكون أسعار الجديد البنزين 1.27 روبية و30 بيسو بعد زيادة قدرها 4 روبية. السعر الجديد للديزل عالي السرعة سيكون 21 روبية و4.6 روبية بعد زيادة 2 روبية. وفقا للإعلان ارتفع سعر الكيروسين بمقدار 7.5 روبية وسيكون السعر الجديد 99 روبية و31 روبية وبعد زيادة سعر زيت الديزل الخفيف بمقدار 8 روبيات و82 روبية. سيكون السعر الجديد 99 روبية و31 روبية. تم تطبيق الأسعار الجديدة المنتجات البترولية. أعرب مؤتمر الحريات لكافة الأطراف أن قلق البالغ ستدهور الوضع في الأراضي المحتلة تجديد الاستثمار عمليات رحاب الدولة من قبل القوات الهندية. وذكر مؤتمر الحريات في بيان له أن القوات الهندية قلقت أجواء من الخوف ورعب في كامل الأراضي المحتلة. وفق ما نقل وكالة الأنباء الكويتية استفاد الحريات خواجة فردوس سينغ بها وحركة موز في جامو وكشمير الحندي الوقف إرهاب الدولة في الإرادة المحتلة واتخذ خطوات لحل نزاع كشمير لضمان سلام دائم في جنوب آسيا. افتتح أكبر معرض صناعي في العالم في شبه الجزيرة العربية في دبي، حيث يعرض الصناعيون ومصدرون من يقرب من 100 دولة متجاهدين، ويتدفق آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى دبي لمشاهدة إكسبو 2020 أو مشاركة فيه. مسؤول في الولايات المتحدة، وتتوقع الإمارات العربية أن يزور الجناح أكثر من 2.5 مليون شخصا، وسيأتون إلى وهو ضعف إجمالي عدد السكان. وسيعصد المعرض الإنعاش الاقتصادي الإمارات الذي تضرر من وباء كورونا. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.